أول ما تفتح عينك وقبل ما تتحرك من على السرير ما تنساش تاخد لنفسك سيلفي. لازم أصحابك على الجروب أو على صفحتك يشوفوا اللحظة العظيمة دي. متابعينك كلهم مستنيين يشوفوا سعادتك أول ما تبدأ يومك. وكمان ما تنساش تاخد سيلفي أول ما تغسل وشك وأول ما تخرج من البيت وانت بتاكل وانت ماشي في الشارع ولما تيجي كمان تنام. وما تنساش كمان أول ما يجي ببالك أي كلمتين ملهمش أي لازمة نزلهم وشيرهم، واستنى بقى يجيلك كام لايك وكام كومنت. هي دي التكنولوجيا، وهو ده الاستخدام الأمثل بجد. فوق يا مصريين، النت ما تعملش عشان التفاهة دي. وسائل التواصل الاجتماعي اتحولت لتفاصل اجتماعي، وبقت العيلة كلها قاعدة مع بعض وكل واحد في موبايله ومحدش بيكلم حد. حتى الصحاب لما بيتقابلوا بيقعدوا على كافيه واحد كل واحد في حاله مع موبايله، لحد ما سيبنا الحبل على الغارب لأولادنا ينزلوا ألعاب من برة من غير رقابة تقضي عليهم وتدخل الموت لبيوتنا بإيدينا. حرام حرام يا مصريين، لازم يكون في رقابة حتى على النت. تعالوا بينا. حبيبي انا بقالي ساعة بدور على الجروب بتاعنا مش لاقيه. انا جروب فيهم؟ ما انت راشقه في الف جروب. جروب فريندز فوريفر. ايه ده حبيبتي، وانا ما قلتلكيش؟ لا ما قلتليش. والنبي ما قلتلكيش؟ لا ما قلتليش. انجز بقى. مش انا طلعتك منه؟ ايه طلعتني منه؟ همت عليك يا سامح؟ ده في ايه؟ مالك انت خضيتي قوي اكني طلقتك؟ في ايه؟ ايه المشكله يعني؟ يعني جالك قلب تعمل فيا كده؟ انت اتخنفتي ليه؟ مالك ياما؟ في ايه؟ ما انت راشقه في الف جروب، ايه المشكله يعني؟ وبعدين كفايه غلاسه هاني عليا. يصحى من النوم ينزل بوست، يغسل وشه ينزل بوست، يغسل سنانه ينزل بوست، يلبس ينزل يقف مع عم عبد البواب يتصور سيلفي ينزل بوست. حرام، انا اتخنقت منه بصراحه. قومي قومي افتح. شفت زعلان. يا ساتر يا ساتر على غلاستك وغلاسه تاني في يوم واحد. بلاش انا اللي هم افتح، بس بلاش ايموشن الحزن اللي انت رسماه ده، عامله بابلز بوشك. يا ساتر يا رب. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. هاني انا ضيف جديد، في ترحيب ولا لف وارجع تاني؟ يا حبيبي تلف وترجع تاني ليه يا هاني؟ بس مالك يا حبيبي، ركز كده، لسه ما عدناش. اتفضل اتفضل. تعرف يا محا، انا ما كنتش هضرب الجرس ولا هخبط على الباب. ما كنت هتعمل ايه؟ كان هيجي لي اشعار يعني ورن الجرس اللي انت موجود كده لللف لله ولا ايه؟ مالك يا هاني؟ يلا بس يا حبيبي. كنت هخبط لايك يا موحى. هندخل على طول ولا نستنى موافقه الادمن؟ كمان انت كمان الادمن. بقول لكم ايه، هتخشوا ولا اعمل لكم بلوك؟ اتفضل اتفضل. يلا اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل. احنا قولين يا حبيبتي الموبايل. هتسيب الواد على الارض كده يا هاني؟ امال يعني هدخله يلعب في جروب ايه يا هيام؟ مفيش تعليق من ساعه ما جينا. مش هتقولي لي مبروك؟ مبروك بس على ايه؟ مش هنهونتي حبيبي خلاني مسؤوله جروب. شايف الرجاله؟ يا عيني على بختك يا هيام. يا عيني على بختك يا هيام. ايه يعني بقت مسؤوله جروب؟ هي بقت مسؤوله في الدوله؟ ايه المشكله يعني؟ بلاش جنين. بس انت مش معانا خالص يا سامح. انا بقيت ما بعملش حاجه طول اليوم غير اني اوافق على بوستات واحد اسمه دودي حبيب بابا، رزعني كل شويه بوست وبضطر اوافق عليه. اعمل ايه؟ هيجنني لو عرف هو مين. بس بذمتك مش عارف ده يبقى مين؟ ونعرف منين يعني؟ انا شرفني، هو ولد حاطط صوره بيبي كده في كراكوتا ودودي حبيب بابا، انا شرفني يعني. ده ابن حبيب بابا. ابنك حبيب بابا؟ صدق صدق انا قلبي كان حاسس بكده. ربنا يخليه لك يا حبيبي. تصدق انا اول مره اعرف اسمه دودي حبيب ماما. ما هو ده اسمه؟ لا ده اسم صفحته الثانيه. يا خبر صفحته الثانيه. يا ساتر يا رب. هيام بقول لك ايه، ما تشوفي الضيوف هيشربوا ايه؟ عيب كده. اعملي فنجان قهوه واحد. ايه ده فنجان قهوه واحد بس ازاي؟ لا ما احنا هناخده سكرين شوت لينا احنا الثلاثه.
يا خبر ابيض. صرفاء بشكل غير طبيعي. معلش يا جماعه انا هستاذن، في مشكله ولازم احلها حالا. يا خبر ابيض مشكله؟ لا لا لا، انت لازم تقوم جري تحلها طبعا. اتفضل يا حبيبي اتفضل، بس والنبي ما تغيب علينا والنبي. ما تقلقش يا محا يا حبيبي، المشكله جوه الجروب وهحلها وانا قاعد معاك يا محا. خدني معاك يا هاني، مش هسيبك لوحدك. طبعا طبعا خدها معاك، لحسن حد يتلم عليك في الجروب ويديك علقه ولا حاجه لا سمح الله. يعني معقوله ده من امبارح مش عارفين نجمع 5000 لايك على الصفحه؟ كده اللعبه هتبوظ. طب اقول لكم ايه، لحد ما تحلوا انتوا مشكلتكم وانتي تحلي مشكله اللعبه بتاعتك وال 5000 لايك، انا بصراحه انا بقيت مهمل قوي، انا لازم اقوم اطمن على المزرعه بتاعتي بصراحه. مزرعه؟ هو انت عندك مزرعه؟ طبعا المزرعه السعيده. حسن يا ساتر عليك وخنقتوني. لا ده الموضوع كده زاد عن حده. طبعا علشان انت حنين قوي معاهم، انت مدير جروب ولازم الفند يعرفوا انت مين. انا مش هسكت له، انا هروح له لحد البيت واعرفه انا مين. يلا بينا. طبعا حقك طبعا. اتفضل يا حبيبي مع الف سلامه. انت وحشني يا موح. حبيبي يا هاني مع الف سلامه يا حبيبي. اتفضل الباب وراك بقى يا هاني والنبي. ساتر غمة ونزاحت. يا ساتر يا رب. بقول لك يا حبيبتي، ما تيجي بقى نخش ننام بقى، ها؟ كفايه كده احنا ورانا شغل الصبح. يلا حبيبي. يلا حبيبتي يلا. بس كده عليهم خمسه. عمالين كل شويه كل شويه. سامع في المية قاعد زهقان وكمان طهقان قلبي. يا سلام لقيت اعلان تخسيس وكمان قلب حبيب والنبي ده كلام. معقول يا ناس فجأة لقيت سامع في البيت. سامع في البيت. سامع في البيت بيقول حدوتة حلوة صغنطوطة فكرة ومظبوط علاقات أسرية وهموم فردية ثانوي ابتدائية مع سامح في البيت. عامل فنان فنك هيبان وفي أي مكان مع سامح في البيت. مع سامح في البيت لو كنت كبير أو كنت صغير أو حتى جعان وكمان زهقان دي الفرجة جنان. مع سامح في البيت. مع سامح في زهقان وكمان طهقان. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج سامح في البيت. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا يخص البيت المصري والأسرة المصرية والشعب المصري كله، موضوع في غاية الأهمية، موضوع النت والفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي. ازاي احنا كشعب بنعرف نستخدمها وهل بنستخدمها بطريقة صحيحة ولا لأ، ومما أدى إلى يعتبر تفكك في الأسرة المصرية، واحنا سميناه أطلقنا عليه التفاصل الاجتماعي، من التواصل الاجتماعي للتفاصل الاجتماعي. هنشوف حلول موضوع حلقة النهاردة مع ضيوفنا الأعزاء، وهنتكلم باستفاضة عن النت ازاي نستخدمه، ازاي نحمي نفسينا منه من الاختراقات اللي هي بتحصل فيه، ازاي نحمي أولادنا الأعزاء فلذات أجبادنا من الاستهتار، وإن هم بيقعدوا بساعات طويلة جدا بالست ساعات وبالثمان ساعات على التليفون والنت وتحميل ألعاب ممكن تؤدي بيهم كمان لألعاب وحشة جدا ومواقع مسيئة جدا. إزاي نقدر نحمي أولادنا من ده، وإزاي نرجع تاني إن موضوع النت بالنسبة لنا يبقى حاجة مهمة ونتكلم في مواضيع مهمة تخصنا مع بعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي. يا رب إن شاء الله الحلقة تعجبكم النهاردة، وحلقة إن شاء الله هتكون مفيدة وهنقول فيها معلومات مفيدة وحصرية لأول مرة. بس قبل ما نبتدي طبعا لازم نرحب بالشيف طارق السبكي اللي موجود متواجد معانا النهاردة، ويشوف هيعمل لنا ايه. بكاسة صبغة. ازيك يا شيف طارق؟ ازيك يا فندم عامل ايه؟ الحمد لله. شلون حضرتك طارق؟ وانت طيب. النهاردة إن شاء الله هنعمل فطير مشلتت.
فطير مشلتت اه. النهارده معجنات كلها. كلها معجنات. حلو كده جديد. طبق صباح في البيت النهارده كله معجنات. جديد النهارده اه. ان شاء الله باذن الله. ونعمل كروسون ونعمل باتيه. كروسون وباتيه. انا شايف كروسون هو حادق صح كده؟ الكروسون حادق وحلو. وحلو عليه الشكر. والباتيه برضو حادق وحلو. تمام. وفطير مشلتت. وفطير مشلتت. وبرضه هعمل فطير وفي اهو في اهو في مش في جبنه قديمه ومش اهو في عسل وطحينه صح كده؟ طبعا ما بتاكلش لا بالمش بالعسل والطحينه ده اكيد طبعا. طب قول لنا كده المكونات سريعا كده بتاعت المعجنات دي ايه؟ مثلا الفطير. الفطير مثلا كيلو دقيق اه مع ربع كيلو زبده مع ميه للعجن. الميه دي على حسب الرغبه عشان الدقيق نفسه في دقيق بيشرب ميه كتير وفي دقيق ما بيشربش ميه كتير. ورشه ملح ورشه سكر. ده بالنسبه للفطير المشلتت. لو عندنا كبه نحط فيها. هل بيقعد يتخمر لفتره معينه مثلا؟ لا 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 هي ربع ساعه بالكتير قوي. اه. وكلها بتضرب مع بعض كويس وساب لمده نص ساعه على جنب تريح وبعد كده بفردها. اه. اللي هي بالنشابه دي صح؟ بالنشابه اه. وبدي لها زبده خرجت كويس. اه. وبدي لها زبده وبدي يعني بعملها طبقات بين الطبقه والثانيه زبده وبعد كده بسيبها تريح شويه وبعد كده بقطعها وبفردها تاني. ده بالنسبه للفطير. ده بالنسبه للفطير. طب بالنسبه للكروسان او الباتيه. الكروسان برضو على الكيلو دقيق بياخد كوبايه لبن بياخد ربع كيلو زبده رشه ملح رشه خميره صغيره بسيط يعني نص معلقه وتقريبا رشه سكر كمان ورشه سكر ده اساسي طبعا وبتقعد تريح شويه وبعد كده بلفها بفردها برضو من الشيبه ايوه وباخدها سمبوكسه كده اه بالظبط كده وبحشي الحشو اللي انا عايزه وبلفها وبدخلها طبعا الحشو الشائع اللي هو الجبن الجبنه البيضاء وعلى الوش من فوق ببيض بيض اه وبدلها بقى اي حاجه انا عايزها. بتخش الفرن تقعد قد ايه؟ لمده اقل من عشان في ممكن ستات بيوت تكون بتسمعنا هتاخد الوصفه وهتنفذها بس ما تعرفش التوقيت بقى يعني ممكن يتحرق منها في الفرن على درجه المفروض تعمل ايه؟ على درجه الفرن 180 درجه 180 اه تلت ساعه ل 25 دقيقه وتفضل تبص كده على الفرن كده اه هي فتحه مره واحده بعد تلت ساعه بتقدر تبص اه لانه ما بياخدش سوا كتير. تمام. طيب احنا معانا معنى كلمه النهارده اللي هو الكرواسون. ده اصل الكلمه ماخوذه من اسم فرنسي كرواسون نسبه الى شكله الهلالي. يعني هو زي ما احنا شايفين كده او عارفين شكل الكرواسون بيبقى شكل هلالي فده معنى كلمه كرواسون وهو نوع من المخبوزات الغنيه بالزبده صح كده؟ اه بالزبط. زبده بس احنا ممكن نعمل بسمنه ممكن نعمل بسمنه وممكن نعمل بزيت على حسب الرغبه. لو حد عاوز تقيل شويه ممكن نعمله زيت نظيف زيت ذره وبحط عليه ونستغنى على الزبده عادي. تمام. بس هو الزبده افضل يعني بالزبده او السمنه. وطبعا الباتيه باي حشو بقى في البيت عايزه تحشيها جبنه رومي جبنه فلمنك جبنه بيضه بس هو الشائع طبعا بيبقى جبنه بيضه وممكن يتعمل كمان بالطريقه الحلوه اللي هو بتحشي مربى بالظبط كده. والحشو ده على حسب الرغبه طبعا اللي موجود عندي في البيت بعمله. يبقى مطبخ سامح في البيت النهارده متميز بالمعجنات. ده الاول مره نعملها. كل مره نعمل فراخ ولحمه ومش عارف ايه مكرونات ورز عملنا اشكال كتير. فالنهارده عاملين بقى فطير ومعاه المش ومعاه العسل الاسود والطحينه والباتيه والكرواسون. بمناسبه بقى الفيس طبعا عشان الناس بتقعد بساعات طويله زي ما هنشوف في تقريرنا بيقعدوا بالست تمن ساعات ها سايبين الدنيا كلها وقاعدين على الموبايلات على النت فياخدوا بقى باتيهايه كرواسهايه كده يعني. ماشي. نروح بقى نرحب بضيوفنا الاعزاء اللي مشرفيني جدا 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 النهارده الدكتور علاء رجب خبير واستشاري علاقات اسريه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ؟ شرفتنا سامح في البيت. الله يخليك. ربنا يخليك. ومعانا المهندس ايمن زكي خبير تكنولوجيا وامن المعلومات. اهلا بيك يا استاذ سامح. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك. ايه رايكم في موضوع الحلقه النهارده؟ هو اكتر حاجه هوت في في السوسايتي دلوقتي اكتر حاجه في المجتمع قلق الناس كلها اكتر حاجه عامله قلق للابهات للامهات. اظن ده موضوع بيخص كل بيت مصري واسره مصريه. صحيح. صح كده؟ صحيح. والشارع المصري عامه يعني حتى في الشوارع الواحد بقى يشوف حاجه غريبه جدا. الواحد هو بيعدي الشارع ماسك الموبايل ماشي وعمال يقلب فيه. صحيح. مش واخد باله من الطريق ولا من الشارع. لو هو سايق وهو سايق كمان يفضل يقرا لك مش عارف ايه ويرد على مسجات. لا ويرد وحاجات غريبه. صح يرد على المسج. وهو قاعد برضه في بيته في وسط اولاده ومراته في الاسره برضه نفس الكلام. قول لنا هنبتدي بالبشمهندس ايمن قول لنا كده كتكنولوجيا المفروض نستخدمها ازاي والاستخدام الامثل ليها ايه؟ الحقيقه وسائل التواصل الاجتماعي المتواجده دلوقتي في العالم موجود منها انواع كتير جدا زي الفيسبوك زي سناب شات زي واتساب
المفروض الحاجات دي الناس بتستعملها علشان تتواصل مع بعض اجتماعيا من وقت للتاني، مش طول الوقت يبقوا اونلاين مع بعض، لان هم طول الوقت بقوا اونلاين مع بعض اكتر ما بقوا مع اهلهم. فمثلا بتهني واحد بعيد ميلاده، بتبعت واحد مسج على بوست ظريف بعته او حاجه لطيفه بعتها، ما يبقاش الموضوع طول النهار والليل الناس ماسكه الموبايلز وما بتعملش حاجه غير انها بتبص على الفيسبوك او ترد على الواتساب او انها تتصور وتبعت صوره على الانستجرام. فطبعا ده ما بخ... زي ما المصطلح اللي انت قلته الحقيقه لطيف جدا، انت قلت التفاصل الاجتماعي، فهو فعلا فصل الناس تماما عن بعض وخلى الاسره الواحده والناس قاعده مع بعض. المفروض يقعدوا يتكلموا مع بعض، يعملوا نشاط مع بعض، يناقشوا مشكله حاصله، بقوا يناقشوا مشاكل ناس تانية على الفيسبوك. وفي مجال العمل يعني النت معمول بره في الدول الاوروبيه والصين وكوريا، معمول كل يعني هم عملوه عشان خاطر المعاملات بينهم من بعض في مجال العمل. صحيح، ويخدمهم اكتر في مجال بالزبط. العمل، ولكن استعماله في الحاجات الحياه الشخصيه برضو مش غلط، بس هي المشكله طريقه الاستخدام. بالزبط. احنا دايما المشكله كلها السكينه، ممكن تستعملها في انك تقطع حاجه او تقتل واحد، فهي نفس السكينه، هي نفس الاداه. طب. ولكن استعمالها هو اللي بيفرق في طريقه استعمالك ليها، ويفرق بالنتيجه المرجوه بعد كده. تمام. فطبعا الوضع الحالي باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي ده وضع مضر جدا نفسيا، ودكتور بقى يقول لنا نفسيا، ولكن فعلا وتكنولوجيا حتى، لانك حتى طول النهار الموبايل ما بقاش يستحمل مع الناس، الموبايل البطاريه بتخلص بتاعته في ساعتين ثلاثه. وماشيين بالباور بانك، ماشيين بالباور بانك عشان يلحقوا يا عيني اللايكات. فتكنولوجيا ونفسيا الموضوع مؤثر جدا يعني. وبقى اي حد نفسه في اي حاجه في اي جمله يقولها كده وخلاص، مش مهم ايه معناها ولا بتخص مين، يعني بقى يرزقوا اي كلام وخلاص. اللي صاحي الصبح متضايق بيكتب انا والله النهارده صاحي متضايق، يحط على الفيسبوك الستيتس بتاعته ان هو النهارده متضايق، وهو راجع كان كويس يحط ان هو كويس، ويستنى كم واحد بقى بيقول له انت متضايق من ايه وعشان ايه وفك كده وخلاص. صحيح كده. صح. ايوه صح. طبعا للدكتور علاء رجب طبعا، والتخصص بتاع سيادتك اللي هو في مجال الاسره، انت شايف احنا وصلنا لايه في مجال النت والفيسبوك؟ والله يعني اضافه طبعا اول بشكرك على الموضوع ده، موضوع هايل جدا وسامح في البيت، يعني انت داخل جوه البيت قوي وماسك الموضوع، والدراما كانت معبره جدا. ربنا. في ايه انت لسه بتقول؟ عشان خاطر ولادنا، احنا بنحمي ولادنا. وفي الاخر خالص نسيوا ابنهم، نسيوا ابنهم في الكاميرا وراحوا دخلوا جوه. صحيح. على فكره دي يعني انا عجباني جدا. في ناس ممكن تفتكر ان ده يعني في كوميدي فارسير. لا لا. على فكره حدث بالفعل مع احد الاصدقاء. Yeah. حدث بالفعل، بس طبعا يعني عقبال ما نزلوا العربيه ومشوا خطوتين قالوا ايه ده احنا نسينا عند محمد، فطلعوا جري يجيبوه. ده حدث بالفعل. احنا كده بنقول نفسيا والموبايل او المواقع الانترنت بتساعد الانسان يبقى عنده توحد او ذاتوي قوي، اهم حاجه نفسه مش مهم الاخرين. بنبقى للاسف الشديد قاعدين مع بعض ولكننا مش بنتكلم مع بعض، زاد بعض الضغوط النفسيه الشديده زي ما حضرتك قلت، وقلتها بشكل كوميدي جدا، ان انا حياتي كلها بقت على الفيسبوك، وده شيء طبعا مش كويس جدا ان هو يتقال. بقى عامل زي جدران الفيسبوك زي مستشفى المجانين للاسف الشديد، كل واحد قاعد يكتب مشاعره واحاسيسه. المشاعر الالكترونيه المزيفه، الاول انت كنت بتكلم صاحبك، ده انت ما بتكلمش صاحبك دلوقتي، بتبعت له قلب او بتقول له صباح الخير، فده قل من التواصل الحقيقي. المشاعر تحجرت، تحجرت بقت بقت الكترونيه. صح. بقت الكترونيه، غير كده بقت مشاعر مزيفه، غير كده حضرتك اللي ما بيديكش لايك الو انت ما عملتيش لايك ليه النهارده؟ صباح الخير يعني، انت ما علقتنيش ليه؟ انت ما عملتش كومنت ليه؟ غير كده زادت من مساله ايه يا باشمهندس؟ التلصص يا سامح بيك، التلصص اللي هو كل واحد قاعد يتابع ويراقب التاني وهو ما بيقولوش هو بيعمل ايه. وده زادت الفجوه الاجتماعيه بين البشر، ده غير انه تاثيره. انت قلت 7 ساعات، انت طيب قوي النهارده يا سامح، وانت بتقول 6-8 ساعات، انا وصل بعض الاحصائيات الى 16 ساعه و14 ساعه الناس نايمه وقايمه على بالنسبه لغايه بيناموا. لذلك دايما وانت قلت في التربيه، التربيه مش بالنوايا الطيبه، التربيه زي ان انا احمي ولادي بجد من ان يبقى في كارثه تكنولوجيه ممكن تحصل، زي ما حضرتك اشرت في المقدمه بتاعتك ان مش في حوت ازرق واحد بس، ده في مليون حوت ازرق بيطلع لك. صحيح. والبشمهندس هيوضح لنا كل يوم في ابجريدد للموضوع، حاجات طبعا جديده. حضرتك قلت البلاد المتقدمه، اليابان نفسها حضرتك مديها ساعه واحده بس للفيسبوك في اليوم، ساعه تقدر انت تعمل هذا الموضوع في مصر؟ يقول لك انت ضد الحوت، ضد مش عارف ايه، ضد ايه. لا بس هو احنا التكنولوجيا حلوه قوي، بس احنا بنستخدمها فين؟ الاستخدام الايجابي فيها ايه والاستخدام الامثل ايه؟ الامثل ايه؟ لكن انت دلوقتي الفيسبوك يا استاذ سامح بقى مفتوح كده ان كل واحد يقول اسرار الاخرين، او ان هو يشحت المشاعر، وانا عيان قول له ادعوا لي، انا مش عارف صباي يتعور. طيب حضرتك حضرتك واحد بيستفزني قوي، واحد بيقول توفى عمي ويعملوا لايك على ايه؟ نفسي اعرف
يعني ده بيستفزني ان هو فاهمه لايك هو عيان لايك لايك على ايه لا ولا قدر الله ربنا يعفي الجميع يعني ويحفظ الجميع حد عمل حادثه واحده او واحد عمله حادثه والعربيه متعجنه يعني متدغدغه وهو واقف يتصور جنبها شفته انا عملت شفته العين عملت فيا ايه و... ما ده شق وتلاقي تعليقات وهو بيرد عليها في قلب الحدث هو الرئيس يعني بيبعت له فلوس ما ده بشق نفسي برضو رهيب جدا ان في حضرتك دراسه لسه نفسيه معموله في فرنسا انه اكتر من حوالي من 5-7 صور سيلفي في اليوم ده بيدل على خلل في الاضطراب الوجداني لدى الانسان يعني بعض الناس اللي هي دايما زي ما حضرتك قلت بتصور الصبح وبتصور عند الحارس العماره وبتصور وهو بيركب العربيه ولو سلم على صاحبه بتصور معاه صوره وهو بيسلم واحيانا بتحس ان الواحد ايه عامل ارشيف من الصور صحيح. هو بمساء هو بيقول لك يومه مكشوف عارف يا سامح بيه انا برضو بشفق على بعض البشر يقول لك ايه اهتموا بيا انا محتاج حد يقول لي انت فين خلي بالك ان من ضمن الاضطراب الوجداني عند الانسان الانسان بيبقى محتاج حد يطبطب عليه حد يقول له ازيك وازيك بعض الناس قالوا لي يا دكتور ما احنا نعمل ايه الشعور بالاهتمام ما احنا لازم يا دكتور نعمل ايه بنكتب مشاعرنا واحاسيسنا وبنكتب عن حياتنا لان مفيش حد داخل جوه تفاصيل حياتنا ودي مشكله كبيره جدا ان الانسان يفقد التواصل الحقيقي اللي حضرتك بتدعي ليه في سامح في البيت وعامل المطبخ وجايبنا اللي هو البيت اللي هو عوده البيت عوده الاسره والبيت التاني والاصدقاء بيت بلا الكترونيات يعني احنا اصدقاء وقاعدين مع بعض وعمالين نتكلم في موضوع مهم يخص البيت والشارع المصري وبيخص الاسره تعالى شوف الكافيهات دلوقتي وما اكثرها الصحاب قاعدين كل واحد قاعد في موبايله من اول ما يتقابل اهلا ازيك يا احمد ما شفتكش بقالك دي وانت كمان يا محمد طب اتفضل تشرب ايه شاي قهوه واحد نسكافيه بعد اذنك يقعدوا كده على الموبايل لحد اخر الشيك بقى لو سمحت على فكره مش بعيد يكونوا بيكلموا بعض خلصت القعده مش بعيد يكونوا بيكلموا بعض على الواتساب بيكلموا بعض بيكلموا وخلصت القعده على كده طيب بمناسبه الكلام اللي احنا بنقوله هنطبق ده على ارض الواقع ونطلع نشوف تقرير صورناه عن ماهية النت في حياتنا وهل ممكن الاستغناء عنه ولا لا نطلع نشوف التقرير ونرجع تاني معقول يا ناس فجأة لقيت سامح في البيت بتستخدم الفيسبوك؟ بستخدم الفيسبوك كتير ولا؟ لا فترات معينة مش في افاده ليه هو حاليا يعني يعتبر الفيسبوك نقمه هو في ناس بتستخدمه غلط وفي نفس الوقت انا شايف ان هو مش بيضرني فيعني في ناس يعني في ناس هيفيدها في ان هم بيستخدموه غلط ف خلاص مش فارقه معاك يعني هتلغيه من حياتهم وفي ناس ما مش بيستخدموه غلط فاكيد هيزعلوا ويتضايقوا مواقع التواصل الاجتماعي اتقفلت هيبقى في مشكله بالنسبه لك طبعا هيبقى في مشكله لان اكتر تعامل عليه اكتر التعامل بتاعي عليه تمام شغلك شغل النت بالنسبه للشغل وكده هو اللي اخرني شويه ان انا اكمل يعني تواصل بس في اوقات بتواصل يعني مع الناس بس التواصل الاجتماعي اتقفلت والنت اتقفل ايه شعوري حاجات كتير ملل فراغ حاجات كتير انت كنت بتعملي ايه قبليها قبل ما تظهر هذه الوسائل التلفزيون بس التلفزيون حاليا ما بقاش ليه اي لازمه خالص صفحات التواصل الاجتماعي او شبكات الانترنت دي حاجات بنتعلم منها كتير زي ما ليها مميزات ليها عيوب واكيد طبعا المستخدم للصفحات دي او المستخدم مثلا للمواقع دي في ناس بتستخدمها صح وفي ناس بتستخدمها غلط من نص ساعه لساعه في اليوم اليوم كل يوم طب هو كويس بالنسبه لك هو في وقت المذاكره ما بيبقاش كويس انما وقت المذاكره ببقى كل حاجه يعني ما بقعدش خالص على الفيس طول اليوم تاخد من وقتك قد ايه لا كتير يعني حوالي نص اليوم كده نص اليوم تستفاد بيها مش قوي يعني بقعد عليه بتاع حوالي بياخد مني وقت جامد في اليوم بتاع 6-7 ساعات طب المذاكره برضه بتاخد مني وقت في اليوم طب هي بتفيدك في ايه بتفيدني ممكن معلومات عامه وزي ما في ضرر في منه منفعه ضرره الاشاعات والجو دوت بس في منه منفعه يعتبر ثلاث ارباع شغلنا على النت ازاي ما الزبون قبل ما بيقعد على الكرسي بيقول لك مثلا رقم الواي فاي كام تمام يعني بقى مصدر رزق ليه مصدر رزق ليه طبعا اكيد طبعا كشغل راجل طبعا في مشاكل كتيره جدا طبعا اهمها احنا النهارده بنتواصل النهارده حتى عن طريق البنوك بنتواصل عن طريق النت وال لا هو مهم دلوقتي جدا كمان الادفيرتايزنج والماركتنج والشغل كله بقى عليه كبزنس ده بعيد عن البزنس كمان الحاجات الشخصيه بقى اصدقاء شخصيه تمام طريقه استخدامه هل بتفيدك ما هو الفايده دي لو انت
محتاجها بتدور مثلا على اي حاجه مهمه. لكن بالنسبه ان انت قاعد بتتسلى وكده, وحاليا دلوقتي وكل اللي بيقعد على النت حاليا دلوقتي بتتسلى. من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا. ليه؟ ما هقول لحضرتك حاجه, لان معظمهم الساده. طبعا احنا شفنا اراء الناس, معظمهم بيجمع ان هو لا طبعا ما ينفعش استغنى عن النت بعد الفتره اللي قضاها معايا. النت ما ينفعش استغنى عنه خالص. حتى الناس قبل ما تروح تقعد على كافيه زي ما سمعنا, هو رقم الواي فاي كام عشان يقعدوا زي ما اتكلمنا الاصحاب والاصدقاء يقعدوا يفضلوا مشغولين بالانترنت؟ مفيش, مبقاش فعلا في تواصل بين الاصدقاء وبعض, مبقاش في تواصل بين الاسره وبعض, مبقاش في تواصل بين الاقارب وبعض. بقى بجد والله المسمى ده بس ركزوا فيه, بقى اسمه تفاصل اجتماعي مش تواصل اجتماعي. احنا معانا مداخله. اعزائي المشاهدين, بس الاول احنا جات لنا الحمد لله بفضل الله, عشان برنامج سامح في البيت بيدخل كل بيت واسره مصريه, وجالنا استغاثه من اهالينا المتابعين لينا مدينه الاقصر الجميله. جات لنا استغاثه, ودي بقى ميزه حبينا كمان نطرحها النهارده في التواصل الاجتماعي اللي بجد, ان هو لما يكون في حدث جلل فممكن يتنشر فعلا على الفيس او في الجروبات او في جروبات الفيس, بحيث لو حد عيطر مثلا في حد متغيب او حد تاه او حد حصل له حاجه, بيبقى هو ده التواصل الجميل الروح الحلوه فعلا. وفي كثير من الحالات فعلا عثر عليها من خلال البوستات اللي نزلت على الفيس. دي الحاجه الايجابيه اللي احنا بنتكلم فيها. فجات لنا استغاثه من اهلنا في الاقصر متابعينا. شاب اسمه محمود يوسف احمد, عنده 31 سنه, متغيب من 10/4/2018, هم حبوا بس يخصونا بالاستغاثه دي عشان عارفين الحمد لله البرنامج متابع كويس. فيا رب ان شاء الله مناشده لمديريه الامن ان هو تغيب هنا في القاهره. كان متواجد هو اخوه, نزل وتغيب لان كان عنده فقدان في الذاكره اثر حادث حصل له من سنه, وكان بيتابع علاجه هنا في القاهره فتغيب من تاريخ 10/4. معانا مين؟ محمد يوسف. حضرتك محمد يوسف اخو محمود؟ بالظبط. السلام عليكم استاذ سامح. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته محمد. انا بشكرك من خلال برنامجك وبشكر ضيوفك الكرام. ربنا يخليك يا حبيبي. الله يخليك. وحبيت بس انا يعني اعمل مداخله بخصوص موضوع محمود يوسف وتغيبه. احنا حضرتك كنا نزلوا لنا بس يا جماعه بعد اذنكم كده على التوي كده صور محمود, اتفضل, لمتابعه علاجه في القاهره وكده. فتغيب منين؟ بتاريخ 10/4. فعملنا حضرتك محضر, حبينا نعمل محضر في اسم ده محمود قدامنا هو اعزائنا المشاهدين, محضر في محل اقامته في الاقصر. فعملنا محضر في الاقصر حضرتك. فالغايه دلوقتي احنا والله بندور, وهو واهله وهو تغيب فين في القاهره يا محمد؟ دلوقتي ما وصلناش لاي حاجه محمد. احنا حبينا نتواصل من خلال برنامجك ان احنا نعرض مشكلتنا. تغيب فين في القاهره؟ هو في القاهرة حضرتك في أول عماد الدين, يعني أنا افتكرته كده في أول عماد الدين. هو اوريدي كان عنده تعرض لحادث من سنة؟ تعرض لحادث من أقل من سنة, من وقع, هو كان عاشق للخيل وكده, فوقع من حصان فجاله فقدان للذاكرة. فدخل مستشفى فجات له فقدان, هو مش فقدان ذاكرة بالكامل, يعني هي فقدان مؤقت. ان هو بعد الحادثه دي رجع لطبيعته ورجع لاصحابه ولعمله, فما فيش اي حاجه. فاحنا بنتابع كل فتره دكتور في القاهره وكده, فاحنا جينا القاهره على اساس ان احنا متابعه. يبقى احنا بنناشد وزاره الداخليه 10/4 يوم 3. هو كان لوحده يا محمد؟ نزلنا على اساس ان احنا رايحين للدكتور وكده الساعه 8:30. تمام, وصلت المعلومه. كان لوحده يا محمد؟ هو نزل لوحده حضرتك من الفندق على اساس ان هو منتظرني. عبل ما انزل له كده على اساس ان احنا رايحين متجهين للدكتور. تمام. فانا دورت يعني حوالين الفندق وكده, ما لقيتهوش. يبقى احنا هذا وانا بدور فما لقيتهوش.
وصلت المعلومة يا محمد، وإن شاء الله بإذن الله من خلال متابعينا وبالناشد وزارة الداخلية وبالناشد مدير الأمن بأدي صورة محمد معروضة وبالاسم بالكامل، ولو في أي تواصل هيبقى من خلال البرنامج بتاعنا، ومعانا رقم محمود أخوه، وبإذن الله إن شاء الله في القريب العاجل هيتم العثور على محمود بإذن الله سالم غانم بإذن الله إن شاء الله. وأشكر كل مدينة الأقصر، ويا رب يرجع لكم محمود بالسلامة يا رب بألف سلامة. نرجع تاني لموضوعنا مع المهندس أيمن زكي، وعايزين ندي بقى نصائح كده شطة كده للأسرة مثلا في موضوع تعطيل خاصية اللاسلكي والبلوتوز وخدمات تحديد المواقع عند عدم وجود الحاجة، معناها تفسيرها كده بسرعة. معناها ان احنا ما نبقاش طول الوقت فاتحين على الموبايل او على اللابتوب او على اي جهاز تكنولوجي بنستعمله كل الخصائص مرة واحدة، لان انا افتح بس الخصائص اللي انا محتاجها، لان فتح الواي فاي وفتح البلوتوث بيعرضني ان انا ممكن ابقى في مكان مش متأمن كويس، يحصل عليه اختراق للتليفون بتاعي او حد يبعت لي حاجة ما احسش ان انا فيها مشكلة فافتحها يحصل اختراق للتليفون، يبدأ عن طريق الواي فاي والبلوتوث اللي انا فتحه بإيديا يبدأ يبعت كل بياناتي وكل معلوماتي لمكان بقى سواء كان تليفون او ويب سايت على الانترنت. يعني ممكن يتم اختراق تليفونك عبر البلوتوث والواي فاي لو انت قاعد في اي مكان. طبعا انا يعني بشكرك على التقرير ده لانه باين حاجه كمان كويسه جدا والتقرير حقيقي جدا، ان الناس ما بتخش مثلا كافيه اول حاجه بتسال عليها الواي فاي باسورد، وكان الواي فاي باسورد دي هتبقى سبب فقعدهم في المكان ده او لا. الحقيقه الفري انترنت دي اخطر حاجه، يعني ان حد يخش على الفري انترنت اللي هي موجوده ومفتوحه لكل الناس في بعض الاحيان بتبقى معموله كمصيده ان هي تبقى فري علشان ناس تانية تخترق الاجهزه بتاعتك. يبقى اول نصيحه لمشاهدينا من خلال الانترنت والتليفون والاندرويد ان هو اللاسلكي والبلوتوث ما يبقوش مفتوحين على طول غير لما يكون محتاجهم، غير ما يكون محتاجهم قوي ومش في اي مكان، مش في اي مكان، صح كده؟ مش في اي طيب. مكان. النصيحه الثانيه اللي هو معناها اقرا بتمعن وفهم شديد اذونات التطبيقات اثناء تنصيبها على الجهاز بتاعك، معناها دي مهمه جدا. انت وانت بتنزل مثلا على الاندرويد سيستمز، انا هقول بقى الحاجات باسمائها لان هم مشهورين، يعني الاندرويد سيستمز فيها حاجه اسمها جوجل بلاي اللي عليه البرامج، تمام. في خاصيه في التليفون تقدر تمنع بيها ان انت تنزل برنامج مش معلوم المصدر او مش موثق المصدر بتاعه، فارجو ان الناس تفعل الخاصيه ان هي تقفل البرامج دي او ما تنزلش برامج مش معلومه المصدر. طب في برامج اصليه انت لازم لا غنى عنها، صحيح. يقول لك تتطلب اذونات ملف الوسائط والصور ومش عارف والكاميرا والمعلومات الشخصيه، صحيح. وارقام التليفون، نعمل فيها ايه؟ نصيحه، لو انت مش محتاج استعمال البرنامج ده بشكل دائم ما تنزلهاش، لان مثلا وساعات الالعاب كمان ده 100% الالعاب، لان الغرض من الالعاب اصلا ان هو طبعا ينزل لك لعبه بس بيبقى دايما بيبقى فيه غرض تاني، يعني في خاصيه جوه تليفونك اللي انت ممكن تقبل او ما تقبلش او تلغي الخاصيه اللي هي بتاعه الصور والوسائط. يعني مثلا ندي مثلا بالفيسبوك، انت ينفع تتحكم من اعدادات التليفون او السيتنجز بتاع التليفون اذا كان الفيسبوك يقدر يخش على الصور بتاعتك ولا لا، في البرايفسي طبعا في الخصوصيه او البرايفسي. الناس مش كل الناس تاخد بالها منها، بس مهمه جدا انك تعدي على البرامج بتاعتك وتاكد هم ليهم اكسس على ايه وما لهمش اكسس على ايه، او بيخشوا على ايه وما بيخشوش على ايه. طيب النصيحه الثالثه والمهمه، اللي انت تنزل البرامج من خلال البرامج الموثوق فيها او المعتمده زي الابل ستور او جوجل بلاي بس، يعني تنزل من الاماكن دي بس، لان هي دي هم بيعملوا اختبارات جامده جدا على البرامج دي وبيتاكدوا ان ما فيش من البرامج دي برامج اختراق او تجسس او تصنت عليك، فمعنى ان انت بتجيب البرنامج من الويب سايت بتاعهم ان انت تبقى عديت اختبارات كتير قوي، فبتبقى بتنزله وانت مطمن، لكن انك تجيبه من اي مكان تاني بتبقى بتاخد مخاطره كبيره ان ممكن يبقى في حاجه جوه البرنامج ممكن تخترق المعلومات الشخصيه بتاعتك، تبعت الصور بتاعتك لويب سايت بره سواء يستعملوها في حاجه كويسه ولا وحشه بعد كده، ان الصور بقت بره او المعلومات بتاعتك بقت بره، فانت اللي بتاخد المخاطره، تاخد الريسك على مسؤوليتك الشخصيه. تمام. احنا موضوع النهارده حلقتنا سبحان الله فيها استغاثات كتير. معانا تليفون تاني ايه؟ سامي سامح في السخيف. طيب ماشي. خليه طبعا يعمل مداخله. طبعا. طيب اخر نصيحه وهي مكمله للنصيحه الاولانيه اللي هو انت سيادتك بتحدد تحديدا ان الناس ما تفتحش على طول الشبكات اللاسلكيه والواي فاي. تمام. ما تفتحهاش بصوره مستمره. ويفتحها بس في الوقت اللي هو محتاجها فيه. طيب في حاجه كده في الاوبشن بتاع التليفون اسمها مزامنه. مزامنه. اللي هي علامه سهمين كده بيلفوا حوالين بعض. تمام. بيقولوا دي كويسه ان هي بتفضل مفتوحه عشان لو تليفونك ضاع. لا ولا ملهاش علاقه. لا ملهاش علاقه بالكلام ده. هي بتزامن المعلومات بتاعتك، هي
ملهاش علاقة بالتليفون انه ضاع، هي ليها علاقة ان هي بتزامن المعلومات بتاعتك على الويب سايت بره، بحيث ان لو التليفون ضاع تقدر تسترجع الكونتاكتس بتاعتك والاسماء والصور تاني. فهي دي يا اما انت تبقى مشغلها يا وطبعا فاتح، وطبعا دي برضو فيها ريسك انك بتحط الصور بتاعتك بره ما بتعرفش مين اللي اكسس عليها. انت صحيح بتقدر تسترجعها، بس المخاطره منك انك تبقى حاطط كل الحياه بتاعتك. اصل التليفون ده بتاعنا دلوقتي على فكره ما بقاش وسيله اتصال، ده بقى جزء من الحياه، عليه تليفوناتك، عليه بعض الناس بتحط عليه كريدت كارد نمبرز بتاعتها، ودي حاجه برضو خطيره جدا، ما تحطش رقم الكريدت كارد بالبين نمبر على التليفون، ولا النوتس على النوتس من جوه، ولا النوتس، لان لو حد خد الكونتاكت بالغلط او انت بعت الكونتاكت بالغلط هيروح له التفاصيل بتاعت الكريدت كارد. فطبعا دي برضو مشكله كويس. كبيره. معانا الاستاذ عبد اللطيف زكي من البحيره. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يجازيك خير يا حبيبي، يا رب كفك شر المرض. الله يعزك. معلش بالله عليك، ليه عندك استغاثة؟ الله يكفك شر المرض، توقف بجنبي وتساعدني. اهدى طيب، اهدى. ربنا اهدى يا حبيبي ونسمعك. عشان بس ما ناخدش وقت من برنامجك، بس ربنا يقدرك. أؤمرنا. اتفضل. سيادتك، أنا بعد ما أخذت الشهادة دبلوم دفعة 98 النظر تعب، فعملت عمليات كتير، فالآن أصبحت كفيف. فدلوقتي أنا متزوج وعندي ولد وبنت، وماليش داخل إلا 413. علاج للضمور، لان كان جاله ضمور يعني عصب بصري. العلاج ده بيتعدى فوق ال 300 جنيه، ومش عارف نعيش والله وانا نربي اولادي، والسكن بالايجار يا استاذ. وجريت على اعضاء مجلس الشعب ما عملوليش حاجه، رحت لنقابل المحافظ، يعني ما حدش عمل لي اي حاجه خالص. انت كنت متوظف في حاجه يا عبد اللطيف؟ لا يا ما توظفتش، لا توظفتش. امال مصدر دخلك منين؟ مصدر دخل 413 اللي هم التضامن يا استاذ. التضامن عاجز 413 جنيه. مطالبتك بايه؟ عاوز حد يساعدني. طبعا وظائف، جريت على وظائف بقول لك ما فيش. الايه؟ عاوز حد يساعدني يعمل لي سبوبة عيش ويسرد لي اولادي. لان طبعا عارف انت سيادتك 413 ما بيقضوش حاجه. معاك يعني الاوراق طبعا اللي بتدل على حكايه فقدان البصر صح؟ طيب يعني هل ممكن اجراء عمليه؟ يعني هل انت استشرت اطباء قالوا لك ان شاء الله باذن الله ممكن نظرك يرد تاني؟ لا، ما انا رحت كشفت كتير، لما قالوا ما في مالكش عمليات تاني، لان العصب نفسه البصر اتدمر، العصب اللي بيشوف الضمور بتاعه كله، فقالوا لي ما عادش لك عمليات، لسه بيعملوا دراسه وكده يعني بيجربوها على الحيوانات، يا تنفع يا ما تنفعش، زرع خلايا عصب. حاضر يا عبد الرحيم. تنفع والله، بس بالله عليك توقف جنبي، ليه ربنا يكفك شر المرض يا استاذ. الله يعزك، من عينينا، تؤمرنا، ده واجب علينا، هنتواصل ان شاء الله باذن الله. يا كنترول يا اعداد، هنتواصل ان شاء الله مع ناس مسؤوله وناس مهمه وبتحب فعل الخير، ولازم طبعا تاخدوا رقم تليفونه عشان يبقى في تواصل بعد البرنامج، وان شاء الله ربنا يقدم فيه الخير ان شاء الله عبد اللطيف باذن الله. طيب نرجع للدكتور علاء رجب، استشاره كده بقى للاسره المصريه من خلال تعاملها على مواقع التواصل الاجتماعي او التفاصل الاجتماعي على الانترنت. تفاصل حلو قوي التفاصل الاجتماعي ده. بدايه نخلي بالنا الاول، نبدا من الاطفال، من اطفالنا الاول، نخلي بالنا كويس قوي ولادنا بيدخلوا على مواقع ايه. ايوه، لان ده بيعمل مشاكل نفسيه رهيبه جدا للاطفال، خصوصا انه بعض الافلام المدبلجه واللي هي مترجمه بتنقل ثقافات مختلفه تماما، بيجي طبعا الاطفال بيقلدوها. حاجات زي دي ممكن تعمل انحرافات سلوكيه وانحرافات جنسيه لاطفال صغيره. فنخلي بالنا كويس جدا، حته انه الجهاز في ايده، الايباد او الكمبيوتر في الاوضه او التليفون ونايم جنبه، اولا وثانيا وثالثا ممنوع ينام جنبه، ما تنامش جنبك التليفون. للاسف الشديد بعض الاباء والامهات، للاسف، وانا بقول للاسف الشديد، علشان يخلصوا من اولادهم كل واحد ياخد جهاز ويلا انت طيب او 5-6 ساعات، ده اليوم كامل، والاجازه جايه وتلاقيهم صاحيين الساعه 3 بالليل ويعملوا نفسهم نايمين ويقوموا الاب والام اللي نايمين جوه. خلي بالكم لان دي امانه، وامانه كبيره جدا. وبعد كده يقولوا الحقنا يا دكتور، انتوا اصلا مش واخدين بالكم منهم كويس قوي. ده خلاف الذبذبات كمان اللي هي حاجات بتفضل شغاله جنب دماغ الولد او دماغ حتى الكبير، بيحط التليفون على الكومودين ولا جنبه على السرير ولا في نطاق الاوضه، الذبذبات دي بتفضل شغاله اكيد، بتاثر على الدماغ اكيد. نيجي بقى للسن اللي بعد كده، سن الاطفال، نبدا بعد كده السن اللي هو داخلين المراهقه بقى، 12 سنه و14 سنه و16 سنه، نخلي بالنا كويس قوي، وخصوصا البنات مع صاحباتها، ولازم نعرفهم، الباشمهندس هيعرفهم برضو حاجات كتير قوي، يقول لهم
انه مش اي حد نعمل معاه اي حوار، هاي ازيك عامل ايه ابعت لي صورتك مش عارف نعمل ايه طبعًا. نبدا ناخد بعض المعلومات بتحدث كوارث والله واحنا طبعًا. نفسيا طبعًا. اذا عرفنا معلومات عن الاشخاص بيحصل ما يسمى بالاستئساد النفسي. الاستئساد النفسي انه انت حضرتك عندك معلومات عن شخصيه معينه سواء كانت بنت او كان رجل، وبتبدا ان انت تبتزها في مشاعرها او احاسيسها او ابتزاز مادي، وفي قضايا كتير ويمكن باشمهندس عنده موضوعات كثيرة قوي في هذا الموضوع الاستئساد النفسي ده، لانه بدأ انت بتقدر تسيطر على اللي قدامك بحجم المعلومات. فنخلي بالنا كويس قوي من ولادنا الكبار في حتة ان احنا ما نعملش اي نوع من انواع المحادثات مع اي حد. نيجي للحاجة التالتة، الناس اللي بتحب تشتري وتعمل نوع من انواع التسويق على شبكات الانترنت، خلي بالنا انت مش عارف انت بتكلم مين. نيجي نلاقي بعض البنات او بعض بدأوا يفتحوا لها أنا بنت زيك وافتحي لي الكاميرا، ويحصل مشاكل نفسية طبعا. رهيبة جدا، لأنه أنا في حالات قربت على الانتحار بسبب أنها تعرضت للنصب الإلكتروني الأخلاقي. أنا في تطبيقات بتنزل على الموبايلات صحيح. من غير ما البني آدم بينزلها يعلم طبعا. من خلال الكاميرا ممكن يشوفوه ويتجسسوا طبعا. عليه وعلى صوته هو بيقول إيه وبيعمل إيه وبيعمل صحيح. صح ولا غلط؟ صح طبعا 100%. أقرب حاجة التجسس على الواتساب الخاصية المشهورة اللي اسمها الواتساب ويب في 5 ثواني تقدر تاخد أكسس على تليفون حد بيظهر مربع كده زي كان ظهر في مسلسل مشهور ان بياخد نسخه من كل المحادثات اللي بتحصل دلوقتي بيظهر في التليفون اللي عليه جهاز الاختراق وده يعتبر على فكره مش برنامج اختراق، دي خاصيه في الواتساب اسمها واتساب ويب بتنقل المحادثات لتليفون تاني او بتعمل منه كوبي تاني اونلاين، يعني وقت ما بيحصل مسج هنا بتيجي على الجهاز التاني. وطبعا في برامج تانية بقى كتير، يعني في برنامج اسمه موبايل سباي مثلا، في برنامج اسمه K9 دي برامج حمايه بقى. والله هو موبايل سباي ده ممكن يستعمل لاتجاهين، ممكن يستعمل للتجسس وممكن يستعمل للحماية ان الاب او الام بينزلها. لا احنا عايزين البرنامج السيفتي عشان هنزله كمان في استرابة معانا K9 ده حاجة فري كمان موجودة على الانترنت بينزل على الموبايلات. ده تطبيق اسمه K9 يا ريت ينزل بس K9 اسمه معانا على الشاشة ده بقى ايه فايدته او ده فايدته ايه هقول لك بالظبط. ده بينزل اولا على كل الحاجات التكنولوجي اللي احنا بنستعملها، بينزل على اللابتوبز، بينزل على الموبايلز، على التابلتس، على كل حاجه. حلو. وهو فري، مجرد انك بتعمل فيه تسجيل بيبعتوا لك اللايسنس فايل، بتبقى انت كده خلاص كانك مشتريه. ده بيعمل ايه بقى؟ ده بينزله الاب مثلا في البيت على كل الاجهزه بتاعت ولاده، يضمن اولا يعرف راحوا على الانترنت فين، عملوا تصفح الانترنت في اي مواقع والمده قد ايه. حلو. يقدر يقفل مواقع هو مش عايزهم يروحوها زي مواقع زي كده، كاننا في البيت كده الريسيفر بتاعنا بتاع التلفزيون ان في خاصيه اللي انت ممكن تقفل القنوات اللي انت مش عايز اولادك تشوفها او اهل بيتك يشوفوها، اللي هي الباسورد. ده برضو الباسورد على فكره انت بتقدر تسمح لهم، واي حاجه عايزين يفتحوها مش مسموح لهم بيطلع لهم انذار، ولازم عشان يتفتح انت تدخل لهم الباسورد. يعني على سبيل المثال انت قافل لهم مثلا اليوتيوب، محدش هيخش على اليوتيوب، جم يخش على اليوتيوب يظهر لهم الالرت او الانذار، ممكن تفتحه لهم وممكن تفتحه لهم 20 دقيقه وممكن تفتحه لهم 60 دقيقه محدد المده محدد المده كمان. حلو قوي. فانت تقدر تحدد مدد التصفح. ده K9 ده هايل، تقدر تنزله على كل الاجهزه اللي عندك. طب حمايه بقى اولادنا، نخش بقى كده سريعا في اللعبه المميته الحوت الازرق. وقبلها طبعا كان في مش عارف ايه، كان في لعبه برضو كده غريبه بتاعه الدوميا ولا حاجه سلمى ولا حاجه كده، يعني اسم غريب. ايوه صح مش فاكر الاسم. قبل الحوت الازرق دي برضو كانت لعبه خطره. أيوة. يعني ولعبه مرعبه تصدق انك تاخد فوتوز في اماكن تفضل ماشي تفتح الموبايل. مريم اسمها مريم. لعبه اسمها مريم. وبعد كده جه الحوت الازرق وممكن أوكي. كمان شويه يبقى الحوت الاسود. صحيح. ها واخد بالك ازاي، ويعني وربنا يعافينا ويعافي الاسر المصريه واولادنا. ازاي نقدر نمنع ان الاطفال والشباب والمراهقين تنزل هذه التطبيقات؟ تمام. هي دي الحقيقه مسؤوليه مشتركه ما بين الدوله وما بين الاسره. الحقيقه انا كنت في يوم 14 ابريل اللي فات في حوار مجتمعي في مجلس النواب حوالين قانون مكافحه جرائم تكنولوجيا المعلومات. حلو. القانون ده بيحدد المسؤوليه بتاعت كل واحد بيستعمل التكنولوجيا، مقدم الخدمات، امتى يدي لحد رقم تليفونك. انت مش بتلاقي ناس كتير قوي بتصل بيك على التليفون ويبعتوا لك مسجات الشركات المشهوره العالميه. ان شاء الله في حلقه مخصوص عشانهم. طبعا طبعا اللي هي الدوشه اللي هي لا ومين رشحك استاذ مش عارف مين رشحك. أيوة. النويز والدوشه المستمره حواليك دي بسبب تسرب معلوماتك او المعلومات الخاصه. حاجه اسمها بالك اس ام اس، انت مثلا كشركه ما
تمام؟ عايز تعمل دعايه لنفسك، فتروح تتفق مع الشركات الكبرى بتاعت الاتصالات تقول لهم انا عايز استهدف مثلا 10,000 رساله لفئه معينه. فتلاقي بقى انت من حظك بقى الجميل وقع من الفئه دي، فكل يوم تصطبح وتتمسك برساله من هذه الشركه وعملوا برامج اسمه دليل. فلازم فعلا بالنسبه للقانون لازم ده القانون. القانون دخل في النقطه دي الحقيقه، القانون دخل في النقطه دي وهو في مراحله نهائيه، حصل تصويت عليه في مجلس النواب بعديها بيومين. حلو. وحصلت موافقه بالتصويت، بس هو لسه هياخد مراحل بقى عشان القانون يصدر ويبدا يتنفذ. يا رب يصدر في السريع، وان شاء الله هيصدر، وهيصدر له لائحه تنفيذيه هتحدد بالظبط كمان، لان هو بيحدد مسؤوليه كل الناس، الناس اللي بتخترق المواقع، الناس اللي بتسرب المعلومات، موردين الخدمات، شركات المحمول، ايه المسؤوليه اللي عليها طبعًا. امتى يطلب منها ان هي تدي الناس المعلومات وامتى ما تطلعش المعلومات. من الحاجات برضو المشهوره ان في الكافيهات الواي فاي نتوركس اللي ببلاش دي المفروض ما تبقاش بقى في حاجه ببلاش بعد كده، ولازم يبقى كل واحد متعرف برقم تليفونه اللي مسجل في شركه المحمول برقم البطاقه بتاعه. يعني السؤال القطعي برضو اللي احنا عايزين نقوله للساده المشاهدين، هل في برنامج يمنع نزول الالعاب الخطره دي او غير الالعاب الخطره، يمنع نزول الالعاب تماما الا باشعار للاهل هم اللي يوافقوا ولا لا؟ K9 من الحاجات اللي ممكن تتحكم في انك بتنزل برنامج تنزله ولا لا. يعني يدي الارم او يدي اشعار للاهل يقول له، لكن على الكمبيوتر مثلا ما بيعملش كده. يعني على الموبايل ينفع يعمل كده. طب ما فيش برنامج للكمبيوتر؟ في برنامج، في برامج تانية للكمبيوتر بس مش فري بقى. الحاجات اللي قول لنا اسم برنامج مش فري. حاجات مثلا زي بيشتري بالفيزا يعني مثلا. طب ايه حاجه مثلا زي كاسبرسكي ده انتي فيروس. كاسبرسكي ده حاجه روسي ومن اكبر الحاجات الموجوده في العالم، يمكن انا مستعمله شخصيا يعني. وفي حاجه زي نورتون، في حاجه زي ترند مايكرو. لو في معانا برضو الاسماء دي يا جماعه يا ريت تنزل في استرابه معانا على الشاشه عشان الناس تعرف. معلش قول لنا كده تاني الاسماء. كاسبرسكي سيكيورتي سويت ده حاجه بتنزل على الكمبيوتر بالكامل وتعمل له بتقفله او بتخليه متحصن، واي حاجه تحصل منه تخرج منه او تدخل عليه بتبقى بموافقه اللي بيستعمل مستعمل الكمبيوتر، بموافقه المستعمل الكمبيوتر نفسه الشخصي. لان انت وانس ان انت عملت موافقه خلاص بقى انت بتتحمل المسؤوليه. سواء في برنامج ايه تاني؟ برنامج زي ترند مايكرو سيكيورتي سويت، دي حاجه برضو بتعمل زي انتي فيروس. هو الاسم القديم كان اسمه انتي فيروس، بس الموضوع ما بقاش انتي فيروس بس، زي ما احنا قلنا دلوقتي في تطبيقات وفي فيسبوك وفي اكتر من ابلكيشن، الواحد محتاج يتعدى مرحله الفيروس بس. انت دلوقتي بتامن دخولك على الانترنت، بتعمل دخولك على الانترنت دخول امن. فترند مايكرو برضو من الحاجات المشهوره. ترند مايكرو بس كلها حاجات الحقيقه موجوده وبفلوس. وفي حاجات على فكره مثلا احنا اثرناها عشان دي تستخدم على اللابتوب، وفي حاجه على اللابتوب برضو فري بس ده انتي فيروس اكتر اسمه AVG. لا مش مهم لا احنا عايزين اللي هي تقفل المواقع او الالعاب الخطره اللي ممكن ابنائنا يخشوا فيها، كونتنت فلترنج وفيها URL. ده طبعا لو ابنك بقى دخل على الكمبيوتر عشان ينزل حاجه البرنامج ده ما يقبلش الا بموافقه صاحب الباسورد للشخص. بالظبط كده، صح كده. وكي 9 بيعمل كده برضو زي ما بقول لك، بس بيعملها اكتر على اللابتوب، التابلتس والموبايلات. اي بالظبط كده، صح كده. صحيح. طب حلو قوي. يعني بس هو مش ده الحل. ايه انا يعني مع احترام شديد هي دي حلول تكنولوجيه يعني، وقلنا معلومات للناس يا رب تكون فادتهم وخدت اسماء البرامج دي الحوت الازرق ده، بحيث ان انت تبقى برضه سيفتي الى حد ما. هو ده تمام. صح. بس احنا في الاسره يعني احنا بنتمنى ان الحل انه هيطلع لنا من يعني الاب والام اللي ما خدوش بالهم من ولادهم 51 يوم من التغيرات الفسيولوجيه والسيكولوجيه اللي بتحصل لهم كل يوم بمهمه معينه. هو ده اللي انت سوري يعني يا استاذ سامح بتدور له على حل تكنولوجي امن، وهو ما عندوش حل نفسي اسري امن الاول. صحيح. يعني معلش هو مش شايف ابنه ولا شايف بنته، الحالات الانتحار كل يوم بتتغير ويشوف شكلها ويشوف جسمها والى اخره. صحيح. انا ده مش الحلول، مفيش كل رقابة. شويه الباشمهندس هيقول لنا والرقابه، والله الرقابه مش هيقول لنا ان كل يوم هيطلعوا برنامج ان هو يخترق ده. انا عايز يبقى انت من جواك عندك اخلاقيات يا دكتور. بس الموضوع ليه حل الحقيقه؟ في مشكله دلوقتي. ان انت بقت تجيلك حاجات انت بتستوردها من الخارج، ان انت بتراقب يبقى معناها ان انت بتأيد حرية؟ لا. او معناها عيب؟ لا، انت بتراقب عشان تحمي. لازم ناخد لفظ المراقبة على ابنائنا سواء مراهقين او اطفال باللفظ الصحيح وبالمعنى الصحيح. انت بتخاف، انت اكتر حد تخاف على ابنك او ابنائك. فين ما هو معلش الاب والام لما يعيشوا دور الكومبارس في حياه ولاده ما بيشاركش في كتابه سيناريو حياه ابنه. ما بيعرفش ابنه الناس بيشوف المحيطين بيقولوا لا عيب انتوا كده بتأيدوا من حريتهم. ابن بيشوف ايه، بيعمل ايه، بيروح فين، بيتفرج مين، بيسمع مين. دي الحاجات الاساسيه المهمه دي تحديدا كمان. ان هي بتشتغل على انها بتحفز ان الشخص ينفذ تحديات معينه. نقوم بقى نشوف
انا اشوف شوف التحديات الثانيه. الله لا لا بص بص تحديات. المنظر من هنا بص الشكل من هنا شكله ايه جميل والله. شوف طارق المبدع دائما معانا في الاكلات تحديات المطبخ. انت كنت لسه هتعمل كروسات جديد وهتحطه في البوتاجاز؟ لا مفيش وقت خلاص الحاجات دي تمام كده. الله الفطير ضيوفنا الاعزاء فين؟ اتفضلوا. الحاجات دي طبعا طبعا يا سلام سامح في البيت بصراحه انتم متابعين ولا حاجه في الريسبشن وفي البيت بجد البيت بجد. علاء اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا باشمهندس. انا لا هو صراحه كده سامح في البيت بجد. طبعا ينفع تيجوا بص لا بص الجمال بص الجمال والنبي يا رب. سامح كريم على فكره. ايوه سامح كريم. طبق العسل اسمه ايه؟ اسمها جرنشه. جرنشه وبعدين حته ان النت في دبي طول الوقت في العسل الجميل. فين المش؟ اه مش هو مش تقول لي مفيش حاجه ببلاش. خطر جدا جدا. بص الاكل ده اللي هو ايه اصلا هناكل ولا هنشوف بس؟ لا اتفضل يا باشا. عارف الاكل ده والله انا بقول عليه دلوقتي وهي جت انا ما كنتش محضر لها. انا اتفقت مع شيف طارق ان احنا نعمل حلقات لمعجنات وبتاع بس لو تاخدوا بالكم الاكل ده هو اصل مصر. صحيح. اصل الريف المصري واصل الصعايده الجدعان المصريين. صحيح. اصل الشعب المصري اللي هو المش ها وجنبه الفطير. الله 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 الله. ايوه معايا الفطير المشلتت اهو. بص ما ينفعش ناكله على الهوا. بص لا ليه فطير المشلتت والمش والعسل فطير بالسكر ده بيبقى عايز لبس كمان بالسكر. طب خلي الفطير بالسكر هنا دلوقتي. ما نتغداش يا سامح. ايوه صح. ودي الباتيهات ها البتيهات الجميله ده بحبه البركه وده بحبه البركه. يعني بصراحه هو ما خلاش نفسنا في حاجه. خلاص نفسكم في ايه تاني؟ قولوا قولوا. طب يلا بقى يلا بسم الله كده فطيره لازم ده لازم ده دي يعني عاده وربنا ما يقطعها عاده من ضمن البرتقال البنيه في البيت. انا هاكل دي حلوه قوي. شيف طارق بجد شيف طارق جميل بصراحه. تسلم يا فندم تسلم ربنا يخليك. اتفضل اتفضل. وبيعمل في صمت. تسلم يا شيف طارق وبجد سفره دايما يا رب وسفره مصريه اصيله وجميله. ربنا يخليك. ايه رايكم؟ لا لا بص اللي هو ايه بص اللي هو تشمر كده على طول. أيوة وتخش ايه تخش بالفطيره. ها اتفضل. وادي ايه حته المش الحلوه. استني والنبي الله يعزك. اصلي اصلي حتى ترى مش دايما كده بغزكم في الكنترول. هم نفسهم طبعا انا المخرجه اكيد. ايوه اعزائي المشاهدين يا رب تكون الحلقه عجبتكم النهارده تكونوا استفدتوا منها. اتكلمنا حاولنا نطوق الاسره المصريه والمجتمع المصري من خلال الانترنت واستخداماته الصحيحه وغير الصحيحه. ويا رب يرجع تاني النت لتواصل اجتماعي بشكل صحيح مش تفاصل اجتماعي. خدنا استشارات اسريه من الدكتور علاء. خدنا نصائح تكنولوجيا وبرامج جميله قالها المهندس ايمن. يا رب تكون الحلقة عجبتكم استفدتوا منها دائما وأبدا. ويا رب إن شاء الله تكونوا استفدتوا. كان معكم سامح صفات. يلا فضل ربي. لقيت أعلان تخسيس وكمان قلب حبيب والنبي ده كلام معقول يا ناس. فجأة لقيت سامح في البيت. سامح في البيت. سامح في البيت. بيقول حدوتة حلوة صغنطوطة فكرة ومظبوط علاقات أسرية وهموم فردية ثانوي ابتدائية مع سامح في البيت. خلاص قعدتنا الحلوة وعلى راسنا اللي حضرها وفي نفس التوقيت مع سامح في البيت. مع سامح في البيت. يا رب نكون خفاف عليكم وانتوا اهلا ومرحب بيكم مع سامح في البيت. الوقت عدى بسرعة وفان يا رب قرب جميع المسافات مع سامح.